خالد هو بيقول ان النادي الاهلي نفد من واجهة نادي الزمالك. الزمالك ما بيخافش وعمره ما خاف، ونادي الزمالك دايما بيواجه. انا بقولها بمنتهى الصراحه، يعني جايبين من منين الثقه الكبيره دي؟ انا من وجهه نظري الزمالك لو كان لعب اللقاء القادم قولا واحدا كان بنسبه كبيره الزمالك هيكسب. نفدتوا، انا بقول لكم انتوا نفدتوا الماتش اللي جاي ده. حد يقول لي يا عم خالد بقى بطل تقول الكلام دوت، وانت حضرتك جاب الثقه دي منين؟ حضرتك كنت كسبان الماتش الاولاني 3-0، ومستر ميتشو عمل حاجات كتيره جدا في التغييرات، تك في 10 دقائق الزمالك جاب جونين، وكان لو في 5-6 دقائق كمان كان الزمالك جاب جون، ولا كان جاب جون الزمالك 3-3 وخسر، كنت قلت على فايلر ده ما عندوش فكره، ازاي يكون كسبان 3-0 ويتعادل 3-3؟ ده انت كنت عمال تقع وتوقع نفسك وتضيع وقت، واجي ايه نقعد نشيله عشان يطلع، عشان حضرتك تضيع وقت عشان خايف يجي فيك الجون التالت. فحضرتك جايب الثقه دي منين يعني؟ حضرتك محسسني ان الزمالك خايف، خايف من ايه يعني؟ هو الزمالك عشان بعض المباريات لم يكن موفقا، وحضرتك كسبت لي اسوان وكسبت لي الفريق الغيني رايح جاي، وهتقول لي ماتش الاهلي والزمالك طبيعي ومنطقي، ممكن تكسب ممكن تخسر ممكن تتعادل، لكن مباراه تقدمت فيها كمان حضرتك بخطا تحكيمي فادح، كره فاول على لشيكابالا 100% على رمضان صبحي. الكابتن خالد بيسال حضرتك جايب الثقه منين؟ والله يا كابتن خالد انا مش هقول لك بس اخر مباراه انا فايز عليك فيها، وفكره بقى لو اصل اللعيبه اتصابت احنا عرضناها كتير واتكلمنا كتير، وعندنا اتنين قلبين دفاع اتصابوا ومش عايزين نتكلم فيها. المباراه 90 دقيقه وانا الشوط الاول تقريبا يعني كان ممكن يطلع بنتيجه اكبر بكتير من فكره 3-0، وضيعنا فرص كتير جدا في الوقت اللي 90 دقيقه نادي الزمالك ما قدرش يوصل لشباك الشناوي الا من خلال ركلتين جزاء. ولو هتتكلم زي ما قلنا على هدف رمضان صبحي فانت الهدف الثاني برضو جاي من فاول قبلها، لكن القصه مش كده يا كابتن خالد، القصه انت عايز تعرف احنا جايبين الثقه منين. طيب الثقه لو احنا رجعنا 10 12 سنه كده ورا نقول لك احنا جايبينها منين، وما تقوليش اشمعنى 10 12 سنه، لان المفروض ان الاجيال اللي بتلعب ده او الجيل اللي بيلعب ده هو اللي عاش او عاصر الفتره دي. فاحنا اخر 10 12 سنه وتحديدا تقريبا من 2005 لو رجعنا كمان 14 سنه الاهلي واجه الزمالك 25 مواجهه في الدوري. الثقه جت من فوز النادي الاهلي في 14 مباراه يا كابتن خالد. الثقه جت في ان النادي الزمالك ما قدرش يفوز على النادي الاهلي خلال 14 سنه في الدوري غير مباراتين. مباراه كابتن مستر مانويل جوزيه وتسع لاعبين خدوا اجازه، ومباراه تانية تقريبا كانت هي المباراه الوحيده اللي حكمها حكم مصري، وبرده كان الاهلي حاسم الدوري. الاهلي كان حاسم الدوري، يعني مباراتين تحصيل حاصل، الاهلي ما كانش محتاج فيهم للفوز، وتسع تعادلات. والله يا احمد انا شايف حاجه مختلفه كمان، مش النادي الاهلي جاب الثقه منين، حضرتك جبت الكلام ده منين؟ يعني انت خدت مباراة، وبعدين منطق غريب قوي، خدت مباراة وقفت عندها واسقطت عليها ان المباراة دي النادي الاهلي اللي كسبان اوريدي فيها كمان ثلاثة، انت اسقطت عليها، اصلا انا كنت ممكن اتعادل معاك. لا، جايب الثقة في التفوق التاريخي، جايب الثقة في ان نادي الزمالك بالمقارنة باي اندية تانية على مستوى العالم في فكرة القطبين، لا تفوق مش طبيعي للنادي الاهلي. جايب الثقة من حاجة تانية، هنشوف مواجهات نادي الاتحاد السكندري مع كامل الاحترام ليه مع النادي الاهلي، 26 مباراه 19 فوز للنادي الاهلي، 3 فوز للاتحاد، 5 تعادل. دي في نفس الفتره اللي احنا جبنا فيها نتائج نادي الزمالك، 3 فوز للاتحاد على الاهلي وانت فزت عليا مرتين، يبقى جايب الثقه منين؟ لا، جايب الثقه ان بنسبه الاحتمالات وبنسبه المنطق وبكل مرجعيه تخص مواجهات النادي الاهلي بنادي الزمالك، وده مش غرورا من النادي الاهلي، دي حقائق تدينا الافضليه ان احنا نبقى عارفين ان احنا متفوقين. فكره انا قولا واحدا كنت عارف ان الزمالك هيكسب، احنا عمرنا ما قلناه مع التفوق التاريخي، احنا بنقول لا، التفوق التاريخي يشير الى ان النادي الاهلي كان يقدر يتفوق ويقدر يكسب، ولكن فكره قولا واحدا الزمالك كان هيتفوق انا فاهمها يا احمد برضو في اطار محاوله من رفع الروح المعنويه لنادي الزمالك، خصوصا كان بيقول ان الدنيا متراجعه شويه، فهو حاول يدي دفعه لنادي الزمالك، وحاول لما شاف السوشيال ميديا كلها واخده في اتجاه ان في تفوق واضح للنادي الاهلي وان الزمالك متراجع، حب يدعم الناس معنويا، وانا ما فهمهاش غير في الاطار ده بصراحه. وهي ما بتفهمش غير في الاطار ده، لان الكابتن خالد اصلا كان
بيقول انا مش عايز العب المباراه عشان اصابات وما شابه، لكن الحقيقه جبنا بس مع الاحترام لنادي الاتحاد السكندري احنا جبنا مواجهات هي 26 مواجهه، لان نادي الاتحاد السكندري شارك معانا في دوري مجموعات، كان الزمالك في المجموعه الاخرى، بس عشان الناس لو بتتكلم في دقه الارقام، لكن هي نفس المده الزمنيه بالظبط. الحقيقه النتائج او الفوز اللي عمله الاتحاد السكندري في مباراه النادي الاهلي كان محتاج الفوز فيها، لكن نادي الزمالك فاز على النادي الاهلي في مباراه النادي الاهلي ما كانش محتاج الفوز فيها. اعتقد يا كابتن خالد بقى واضح احنا جبنا الثقه منين. نطلع فاصل.